إذا كان الإطالة بغير رضا المؤتمين لا خلاف السنة. لا لازم يستشير السنة. ما هل جاءك الحديث معاذ؟ نعم. هل بيقرأ؟ لو أنا وقفت كيف أعرف أني أطلت أم لا؟ شوف يعني السنة يا أخي، أنا أفضل الإنسان معاذ بن جبل. وتريد طول بالك عليه شوي. نعم. تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء. نعم. باي. وقرأت له من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟ يعني بعتبر كثيرة صفحة واحدة. ما جاوبتني. نعم. أنا عانيت صفحة وبعدين بعدين إذا ما بتقتني معي بضربها على الهوية مش ما أقوله بالشام لك صفحتين، لكن أنا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس وضحاها؟ لا الشمس وضحاها لا. وفي القرآن يعني بجزء ما لا 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 هو الطباعة. لا هاي ما نريد أن نسمع منك، يعني آية لأن هاي شكلية محضة. آية الربا جاي في صفحة في الطبعة المدنية معليش صفحة كاملة وفي القرآن تيجي صفحة وشوي. هذا صحيح لكن من قلت لك بالنسبة للوقت يستويان؟ لا. فإذا المعيار هو الوقت، أي اللي هو ميزان الإطالة وعدم الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء. نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني، بس أنا بدي أتفق. أنا وقفت إمام قبل يومين، يعني غاب الإمام ووضعوني مكانه، وقرأت قصة قارون في سورة قصص. هي تيجي يعني الصفحة ونص صلاة العشاء. بارك الله فيك. في صلاة العشاء. جيت تخفيف لركعتين طويلة. قارون. لا ركعة واحدة، والركعة الثانية. طويلة طويلة. عشان هي عشان هيك أنا وجدت ناس يعني. على ثانية إيه. ما. إيه نعم. بس كنت سريع أنا في القراءة يعني شوي. ما شفت أنا إني طولت. لكن سمعت انه في ناس عرفوا انه طول. ايه بس انت يا استاذ طول بعد ما يسلم. نعم بعد ما يسلم ممكن درس برضه تاخذها من نصها توجه في نصها يعني. انت اندمجت في كيف تحمله. نعم انا يعني كانت نيتي انه يستفيدوا المأمومين بالقصه. ايهات ايهات. فناس يعني رضوا ناس سقطوا يعني صارت غير شكل. طيب هلا لو واحد من الناس جم لك قصة معاذ شو بيكون ردك عليها؟ والله أنا يعني انبسطت من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر طبيعي. بس ما جاوبتني عن سؤالي. سورة البقرة مستحيل. ما جاوبتني عن سؤالي. لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك أن تقرأ كذا وكذا شو بيكون جوابك؟ هو صادق صح. شو بيكون جوابك له؟ إله حق عليه فعلا. خلاص فإذا أنت ما تعود إلى مثلها. لا ما لا لا يا حبيبي لسنا في صدد المعاتبة. نعم. وفي صدد المؤاخبة. لا بالنسبة وإنما نحن طول بالك الله يرضى عليك. نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد، أنه الإنسان لو حلا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السنة، كما أنه لا نقصد من وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس، لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لوجدت ناس يعترضون عليك يقولوا يا أخي طولت علينا كمان في صلاة الفجر ما بصير ولا زال أنت ما لك عايش في عالمنا. لا أنا بشوف ولذلك في اليوم الثاني جيت أنا وصلى فينا إمام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة أول أربع آيات والثاني إذا جاء النصر إذا جاء نصر الله والفتح وانصرف الناس مبسوطين. هذا ما أنت عم ترد علي ولا عم تأيدني؟ هذا المقصود. فإذا أنا وين كان قصدي أنه ما نراعي أهواء الناس لا سلبا ولا إيجابا. يعني هل عم نقول لك أنت طولت القراءة في صلاة العشاء
لكن القراءة لو قرأتها في صلاة الفجر من إلا قصرتها شايف؟ لأن الرسول كان يقرأ 30 آية ولي قرأت أنت ما بلغوا أظن 30 آية. المهم المهم حين ذاك نحن ما منقول يا أخي راعي الناس، لا بك راعي السنة شايف؟ راعي السنة. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا. ذكرنا الأستاذ بشغل صوت معي مع أنا وابني عثمان، لأن نطلع السورة في صلاة الفجر وجدوا المسجد مسكر، فاستمرينا ورحنا على مسجد بعيد شوية عند الخيار دخلنا وصلنا على الصلاة، كان الظهر الجماعة فيه الجماعة والصف طيب كان صف صار يشوفوا بعد وهم حكوا لعثمان خلينا نصلي، رفع ولا من على الصلاة ولا من على الصلاة، ما عرفنا الصلاة الفجر بنام ليلة الجمعة وصلي الفجر الصلاة، صليت السجدة وصليت الدهر بعدين حكوا لعثمان عثمان بعدين حكوا لعثمان حملناك عادي أصلاً أنا هنا كاوز كده مصلي وبعدين أنا مصلي عمالي اللي فجر ما في فجر حاول أقرأ السجدة على ركعتين بدي أمشي مع الجميع مع المصلين عشان هلا أنا مختلف وغير أبدا أخذ يوم منها فقرأت شيء من سورة الإسراء وصلت شوي مهم شوي مهم يعني قرأت صفحة من كل جمعة برضو يوم بيجي إيه جمعة لا ما قرأت شيء كل حاجة فا إخواني انتصروا وهم أظنوا بيتكلموا علي وأنا علي السلام عليكم يمكن مرة ويمر ويمكن واحد بهالنوش السلام عليكم لحقوني اتحاد خرجنا لحقوني أربعة خمسة سنة طيب شو موقف هذا وشو ما شو كان يعمل رغم انه كنت احكي كلمه عن طول الصلاه ولكن اختصرت ما نعرف هذا الموضوع بدي احكي مع مين شو رايك في المصاري؟ رايي انك اخطات لما لم تتكلم كان عليك انك تبلغهم السنه وخاصه انك انت الحمد لله ما لك موظف بحيث انه اذا استمرت على الإطالة هن بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير بيبعتوا ايش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف هيك بيقول لك الوزير لكن ما بيراعي القاعدة في التخفيف من اما فليخفف حسب رغبات الناس أنا بقول بأثناء الحديث أنا أخشى ما أخشى من شي يوم يقول يا أخي إذا قرأت الفاتحة صحت صلاة فأقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة وبتلاقي مؤيد يعني مش إنه مخالف النفس المعبوخين دول في سوريا هيك شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم الصورة الثلاثة والرسالة أظن أن كل تنبه في المناسبة أو في التعريف على إصلاح المسائل لأنه هذا ابتداع يعني إما أن يقرأها تماما أو ألا يقرأها هو كذلك لأنه هنا بيفهموا ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منا أنه بيقرأ سورة السجدة بظن أنه المقصود فيها السجدة لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبر اسألي علي السؤال سألتني قبل شوية الشيخ اللي سألك إياه